انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية والدولة بالتعليم المهني والفني ونشر ثقافة التعليم الفني بإرثاء قواعده من خلال مدارس فنية وتكنولوجية، قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ أسيوط بزيارة وتفقد أحد المدارس التطبيقية التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. الفكرة في مدارس وي أنها مدارس لا تقبل إلا المتفوقين فقط، المنتخبين من المرحلة الإعدادية، تقرن التعليم الأكاديمي النظري بالجانب العملي من خلال معامل على أعلى مستوى موجودة في كل المدارس، من خلال فرص تدريبية في كبريات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هم دول من المستقبل بتوع البلد بإذن الله تعالى، دول مستقبل مصر بمشيئة الله تعالى، ده الدولة بتستثمر فيهم. لازم نزرع جواهم، نغرس جواهم انتمائنا لبلدنا، حبنا لبلدنا، حبنا لمصر، ان احنا لما نكبر بإذن الله تعالى نخدم على بلدنا وعلى أهلينا. إعداد وتأهيل جيل من الطلاب من خلال برامج تكنولوجية حديثة وخلق كوادر من الطلبة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي أبرز ما أكد عليه القائمون عليها. السنة دي تم استقبال عندنا 70 طالب وطالبة في المرحلة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله السنوات القادمة هيكون عندنا أعداد أكبر. مدرسة مؤهلة طبعا بالمعامل وعلى أحدث تقنيات والورش، زي ما شفنا برضو الفصول وتفاعل الطلبة واهتمامهم بالمدرسة. طلبة زي ما شفنا عندنا أوائل على الجمهورية والتحقوا بمدرسة ويلي التكنولوجيا التطبيقية، وإحنا حقيقي فخورين إن إحنا قدرنا إن إحنا نرسي سمعة طيبة في المجتمع خلال 4 سنوات السابقة. الطلاب أكدوا أن التحاقهم بتلك المدارس المهنية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا سوف يؤهلهم لسوق العمل ليصبحوا قادرين على المنافسة بالداخل والخارج. أول حاجة وأحلى حاجة يعني حبيتها هنا التحول الاحترافي، إن هي بتدعمني شخصيا. اتعلمت كتير هنا في المدرسة، مثلا الاي تي والتلي والندوات، حاجات بتعلمنا الحاجات ديتي عشان ندخل على الجامعة مستعدين، يعني زي طلاب الجامعين. يعني طلاب الجامعين في اللي بيدخل دلوقتي ما بيكونش لسه خد الحاجات دي، لسه هيتدرب عليها، فدي حاجة بتأهلنا ليها وكويسة جدا. التكنولوجيا العصر ده هي المطلوبة، وهنا في مدارس وي بيركزوا على حتة الاحترافية، الشخصية الاحترافية اللي هو النظام وتغيير الشخصية والضبط وإدارة الوقت وحاجات كتيرة يعني بتساعدني إن أنا أتأهل لسوق العمل. وهنا في تخصصات كتير زي الاي تي والتلي وحاجات كتيرة، يعني أهم حاجة فيها إن أنا باخد عملي. توفرنا فرص عمل، ممكن لما نكمل كلية لما نخش في الوظيفة على طول. إذن هي مدارس فنية ذات طابع خاص، يخرج طلابها مسلحين بسلاح العلم وبأحدث التكنولوجيات العالمية ليصبحوا قادرين وبحق على المنافسة في كل مناحي الحياة.